أجل تثبيت الحضور المسيحي في المشرق وتعزيزه، انعقد المؤتمر العام الأول لمسيحي المشرق بمشاركة الكنائس بمختلف أطيافها من أجل إيجاد مساحة حوار بين المسيحيين لمواجهة التحديات التي تهدد وجودهم في الشرق. إنك تدعونا يا رب لنكون واحدا على تنوع كنائسنا من أجل الشهادة والخدمة والرسالة، فلا هجرة ولا خوف، وبخاصة لا تقوقع ولا ذوبان. نحاول أن نخلق هذه المساحة من الحوار بين الناس، ومحاولة جمع الكلمة، محاولة السعي إلى العمل معا على مجابهة هذه الأخطار وهذه التحديات اللي عم تلاقينا. يجب أن نسعى لوحدتنا المسيحية ودورنا المسيحي، أيضا لدور ووحدة المسيحيين والعرب. بلا وحدة مسلمة مسلمة، بلا وحدة عربية، حضور المسيحي مهدد بهذه بالقليلة. هالتلاقي يثمر عن رؤية جديدة بتوحد الرؤية المسيحية. هالأشرار يلي مش عارفين قيمة الإنسان، مين عم بيعلمهم أنه يفجروا حالهم، ينتحروا ويقتلوا الأبرياء، قولوا باسم الله، مستحيل، ما في إله شر. هذا التنوع هو من كافة الأطياف يؤدي إلى الاستقرار، وأي فكر آخر يطرأ على هذه المنطقة يفرق بين هذه الأطياف فهو فكر مرفوض. لن نترك أن تدخل الفتنة فيما بيننا، وهذه الجماعات التكفيرية ليست فقط ضد المسيحيين وإنما هي خطر على الإسلام. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة التوحد بين مختلف الطوائف والأديان بعيدا من منطق الإقصاء والتقوقع، حماية للمجتمعات المشرقية. سنة علوي للتلفزيون العربي السوري.